أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يدخل في تحريم البيع والشراء بعد الأذان الثاني يوم الجمعة تحريم مبايعة النساء بعضهن بعضا في الطرف الطريق العام أو في محلات خاصة بهن؟ النساء ما يحرم عليهن لأنه ما يجب عليهن الذهاب لصلاة الجمعة، لكن قلنا ما يفتح المحلات، ما يفتح المحلات، وإنما يبيع ويشلم بينهن أو ببيوتهن، ما يخالف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم تأجير محل؟ لأن المرأة إذا فتحت محلها يجي رجل يشري منها، يجي رجل يشري منها، والرجل ممنوع لا تفتح محل. نعم.